يلا تقبرني فوت. مين هاي؟ هاي نبيها. مين نبيها؟ نبيها مرتي على سنة الله ورسوله. خالك شو ذنب؟ لساتها عروس، ليش تتجوزها إذا بدك تتجوز عليها؟ ليش؟ يا ترى أنا خلطت بجوازي توضح ولا ساويت اللي كان لازم يتساوى؟ سامحني يا ابني، سامحني. نعم. فهمني لك أخي، أنت ليش هيك ساويت؟ اسمي ونصيب أختي، كله أمر الله. لا إله إلا الله. بس يعني وضح. نعم يا أبي. الله ينعم عليك. ليش مو مشعلي الأضوية كلها؟ أمك وين؟ يا أبي راحوا هن ورويدة على بيت خالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. نبيها وينها؟ فاتت على أوضتها. يا على قامة قلبي عليك يا رويدة، مين قال انه وضح بيعمل فيها هيك؟ ماني مصدقة انه وضح يعمل هيك، ماني مصدقة. لا صدقي يا موضح، صدقي. ليكو سواها وخلص. يا على قامتي عليها، لساتها عروس وما تهنت. وين راح اخي هلا؟ راح لعند ابو وضح، راح يفهم منه شو القصة. يا سواد وشي منه، ما لي عين اطلع فيه. أخوك راح يشوف إذا بنتي عملت لها شي عملة بتستاهل أنه يتجوز عليها وضاح. شو بدها تعمل يا حزرتي؟ طولي بالك عمتي، تقبريني طولي بالك. صهري أنا معك، الله حلل له أربع ما اختلفنا، بس بده يكون في سبب. يا سيدي ما بدنا سبب، يصطبر له سنتين ثلاثة وبعدين يتجوز عليها. انت بترضاها لبنتك يا صهري؟ بنتك اللي لساتها عروس ما صار لها متجوزة شهرين يقوم يتجوز عليها؟ انت بترضاها؟ لا والله ما برضاها يا ابو عبدو، بس القصة. شو القصة صهري؟ احكي شو القصة. الله يخليك، خليها بالقلب تجرح وما تطلع لبرا وتفضح. شو قصدك صهري؟ بنتي عاملة شيء؟ لا تغلط ابو عبدو، بنتك من اشرف واطهر الناس. لكن شو أبو عبدو؟
إذا شفت واحد بريء معلق على حبل المشنة وقال لك داخل على حريماتك تخلصني، وانت بيطلع بيدك تخلصه، بتخلصه ولا بتتركه؟ يا باطل طبعاً بخلصه، لو شو ما صار. نحن هيك صار معنا يا باطل. فهمت عليك، يعني سترنا على مخلوقة، الله يستر على حريماتنا. ربي سامحك يا أبو عبدو، خليتني أحكي سر كنت معاهد ربي ما أحكي، بس وحياتك البنت بريئة وما لازم. خير، على كل حال صهري هون حفرنا هون طمينا، وموضح ورويده هلأ برجعوا على البيت. ليه موضح حرداني؟ لا لا، أعوذ بالله، شو حرداني ما حرداني، بس لا يعني هي زعلانة شوية من شر رويدة. أبو عبدو، موضح لازم ترجع البيت، ورويدة إذا مو حابة ترجع هلا خليها ترتاح لكم يوم لبين ما تهدى نفسيتها. اتكلنا على الله. لا إله إلا الله. لا تخافي لا تخافي. نبيها. مور معلم وضح. صرتي حرمتي، ومن هون ورايح بتصيري بتقولي لي ابن عمي هي قدام الناس، بس بيني وبينك بتقولي لي اخي. انت بتعرفي قديش انا ورويدة خانو بنحب بعض. بعرف. انا كتبت كتابك مشان استر عليكي واحميكي من اخوكي لحتى ما يذبحك. يا ريتو ذبحني وريحني، ولا شفت لرويدة خانو بهي الحال اليوم، شو ذنبها؟ وانت كمان مالك ذنب لحتى يذبحك. كتر خيرك، والله الموت اهون علي ولا اشوف الرويدة خانم هيك. قومي يا مستورة، قومي قومي نامي. يلا اختي جهزي حالك مشان رجلي يوصلك على بيتك. أنا ورويدة ولا لحالي؟ لا لحالك. لحالي مالي رايحة، رجلي على رجلة. اتفقت أنا وصهري أبو وضاح إنه رويدة تبع عنا شي يومين ثلاثة حتى ترتاح نفسيتها شوية، ولك علي بعد كم يوم شواربي أخذ لك إياها. إذا هيك معليش. يا مو قومي شوفيها ليكون بدها شي ومستحية. عيني يا مو. يلا يلا تفضل ابن عمي تفضل. يلا يا ابي قومي البسي وحضري حالك مشان ترجعي على بيتك. الله يخليك يا ابي، خليني هون. لا يا ابي، جوزك بده اياكي، وعمك ابو وضاح وعمتك مستنين رجعتك على نار، يعني بدهم اياكي ترجعي قبل ما نتهون على الحج. لو كان جوزها بده اياها ما كان تجوز عليها. انت اسكتي يا ام عبدو. ما بقدر يا ابي، والله ما بقدر اعيش انا ومرته بنفس البيت. خلاص يا ابي خلاص، انا بوعدك بس نرجع من الحج ان شاء الله خلي ياخذ لها بيت لحالها، ساعتها لا انت بتشوفيها ولا هي بتشوفك. منيح هيك. ايه لسه من يومين وعدتها اني لا بتجوز عليها ولا بتطلع على غيرها بحياتي، هلا بتكون عم تقول عني اني خاين وكذاب. وضاح. مور يا بي. يا بي رويدة رجعت على البيت. ايه يا بي رجعت، بقى احمل حالك وروح صالحها بكلمتين. الله يرضى. حاضر يا بي.
وإذا حاجة بقى بدي أحكي معك كرمال الله لا تطلع فيني هيك. والله أنا مو هيك، يشهد علي ربي ما في حدا بقلبي غيرك، بس هيك الله راد. قومي يا قومي تقبرين، نشفي دموعك وانزلي اعدي معنا. ما بدي يا ماما، خليني قاعده لحالي، مالي خلق شوف حدا. يو شو هالزلغيت هاي؟ هاي زلغيت صبحيه، الهي قص لسانها. شايفه يا عمو؟ شايفه شلون جاي تشمت فيني؟ ان شاء الله بيبعت لفش لنيعة فش. الله ينتقم منك يا صبحية يا بنت الدومري. لك ليش عم تزلغتي؟ بدك تفضحينا؟ شو هالزلغيط يا مضاح؟ هاي مرتخي ام صفوان الله يصلحها، ما لها عرفانة. اللي بدها تزلغت تروح تزلغت ببيتها. سمعتي؟ والله عم زلغت فرحانة بالكنة الجديدة، وراح عن بالي المرحوم ابو ادهم. ان شاء الله بتتهنوا يا رب، ان شاء الله بتتهنوا بهالكنة وتشوفوا على وشها الخير. لك تسلميلي يا حنونة يا طيبة، لك نحن بلاكي ما منسوى شيء. تفضلي تفضلي، تروحي وتجي بالسلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاتي عنك رويدة خانم. رويدة خانم، والله أنا بحبك. السلام. وين رويدة خانم؟ فوق رويدة خانم بأوضتها. معلمي، في وحدة بتقول لجوزها معلمي مشان هيك تجوزها. ايه كان يقل، كنت بقول له معلمي وسيدي وتاج راسي. رويدة، أنا وعدتك وعهدتك ولساتني عند عهدي وعدي. شلون؟ فهمني بس شلون؟ بعدين فهمك، بس هلأ قليلي، لساتك بتحبيني ولا كرهتيني؟ أنا ما بقدر أكرهك، بس الله يسامحك. مين اللي جاي عم يدق علينا من نص الليل؟ وضع خشاب؟ اي نعم. انت مطلوب اخذ عسكر، متخلف عسكرية كمان، بشرف معي. شو متخلف ما بتخلف؟ انا ما بروح عسكرية لك عمي، انا وحيد. انت بكذب كمان؟ هاتوا. لك لا حدا يمد ايده، اكيد في غلط يا شباب. انا ما بروح عسكرية، لو بروح عسكرية دفعت بدل. امشي لك، بشرف معي. طب طول بالك لغير تيابي. بشرف معي. ولي على عمتي اخذوك. ولي على عمتي اخذوك. شو بقول معلم وضح؟ فكروا روحي من وجهي، روحي من وجهي، من يوم ما شفناكي شفنا غير المصايب. قولي يا عمتي اخذوه، اخذوه الله ياخذوه. وينك يا عمتي؟